هو طبعا القرآن الكريم نقل إلينا عن طريق السلسلة، سلسلة السند، سلسلة الرجال، من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين أتباع التابعين إلى أن وصلنا. فهذه السلسلة نحن نعرف كل واحد منهم، نعرف ضبطه وإتقانه وماذا قرأ. فيتمتع كل واحد من هذه السلسلة المباركة بالصدق والأمانة والإخلاص إن شاء الله تعالى. يعني الإمام ابن الجزري رحمه الله، وهو شيخ القراء وإمام المقرئين في العالم، وفاته سنة 833، ماذا فعل؟ يقول إن هو لما انتهى من القراءة على مشايخ بلده في دمشق أراد أن يحصل الإسناد العالي، فأراد أن يذهب إلى بلاد الأندلس لأن كان فيها أسانيد عالية جدا، لكنه لم يستطع أن يذهب لأن والديه منعاه من الذهاب، لأنه كان يعني شاب صغير وكان هو وحيد وأبوه يريد معه وهكذا يعني. فبعد ذلك رحل إلى الحجاز أولا ثم إلى مصر، حصل أسانيد مصر، وكان من ضمن شيوخه شيخ كبير جدا يجله الإمام ابن الجزري إجلالا عظيما ويكبره إكبارا كبيرا. قرأ عليه القرآن الكريم إلى أن وصل إلى سورة النحل، إلى قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فلما وصل عند هذا الموضع توفي شيخه، وكان إسنادا عاليا وكان شيخا جليلا وكذا. هنا الجزري رحمه الله، الإمام ابن الجزري لم يقل إنه قرأ القرآن كله على شيخه ابن الجندي، بل قال: قرأت إلى قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، بالآية كذلك، أي بالآية. فلا يجوز لكل واحد أن يفتئت فيقول قرأت القرآن على فلان وهو لم يقرأ القرآن كله، هذا في شيء من التدليس، اللي هو أن يقول قرأت القرآن هو يقصد بعض، فيوهم السمع أنه قرأ القرآن كله. لذلك العلماء وضعوا ألفاظا دقيقة في هذا، يقول قرأت جزءا من القرآن، قرأت البقرة وآل عمران، قرأت الفاتحة وأوائل أو أول خمس آيات من البقرة برواية كذا بقراءة كذا على الشيخ فلان وأجازني بالباقي. ماشي، يعني أنت تخبر واقع ما حصل، أنك قرأت كذا ووقفت على كذا وتوفي الشيخ أو أجازك بالباقي. فهذا هو الدقة في نقل القرآن الكريم. نحن نعرف كل واحد من هؤلاء الأئمة ماذا قرأ على شيخه بأي رواية وماذا اختار وماذا أجازه، فهذا هو الدقة الشديدة في نقل القرآن الكريم جيلا عن جيل عبر سلسلة الرجال الذهبية. نعم جميل. طيب دكتور، إيش الفائدة من معرفة هذا الشيء؟ يعني أنا كشخص الآن جاء بعد ما هو حفظ ودرس القرآن، إيش فائدة أني أعرف هو مثلا قرأ من هنا إلى هنا على الشيخ فلاني إلى آخره؟ هل في فائدة؟ فائدة أنه هو ربما يكون غير مجاز بالقرآن الكريم فلا يستطيع أن يجيز غيره إلا بهذا الموضع الذي أجازه به شيخه، إلا أن يكون إجازة على سبيل المتابعة. نعم، فهتكون تبع للإجازة الأولى التي قرأها كاملة على شيخه. وهذا هو من الدين، يعني كما يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا إسناد لقال من شاء ما شاء. وهذه هي الخصيصة التي هي اختص بها أهل الإسلام، ليست عند غير الأمم، غيرنا من الأمم، كل الأمم يعني ليس عندهم أسانيد في أي علم من العلوم. نحن عندنا أسانيد في العلوم كلها، لا تستطيع أن تغير ولا أن تبدل حرفا ولا أن تغير حركة، فهذا هو من خصائص الإسلام. نعم جميل دكتور.